دينا شريحة كبيرة جدا ست اللواء سمير هي شباب التطوع. تمام. ايه الاجراءات والتسهيلات اللي بتتم للشباب الراغب في التطوع للقوات المسلحة؟ في الحقيقة احنا طورنا منظومة التطوع بالقوات المسلحة، عملنا موقع على الانترنت الشاب بيقدم فيه، وده يعني بصراحة طلع له فايدة كبيرة جدا. اولا منع حالات التزوير اللي كان فيه ناس وده اللي بنصح بيه شبابنا المقبل على التطوع، يعني يبعد عن هذا الموضوع تماما لان الكلام ده ما بيحصلش. ان دلوقتي الشاب بيقدم على المنظومة على البرنامج بيطبع طلب التطوع وبيجيله رسالة على تليفونه المحمول بتوقيت التوجه لمنطقة التجنيد لاجراء الكشوفات، كلهم في حينه بقى، وكل كشف بيطلع له نتيجته بتروح له رسالة بيه، وبيروح له التوقيت اللي هيمتحن فيه والمكان اللي هيمتحن فيه بدون تدخل عنصر بشري. تدخل عنصر بشري خالص. طيب كويس. ودي قللت التردد برضو، يعني كان الاول الشاب النهارده امتحن اي امتحان من الاختبارات المقرره لازم يروح منطقه تجنيد عشان يسمع النتيجه بتاعته، وبعد كده ياخد معاه التاني، وبعد كده يروح تاني ياخد معاه التاني، وهكذا. كل ده احنا قللناه. طيب كويس. الحمد لله. طيب تمام. ست لواء سمير، ده بالنسبه للشباب التطوع. اهالينا بقى داخل مصر برضو في المحافظات الحدوديه، هل بيتم تشكيل لجان لانهاء الاجراءات التجنيديه الخاصه بيهم؟ القوات المسلحه ما بتبخلش على ابنائها في جميع المحافظات الحدوديه. احنا بنبعت لجان تجنيديه في شمال سيناء وجنوب سيناء ومرسى مطروح وحلايب وشلاتين وابو رماد ووادي العلاي، ونسلمهم شهادات المعامله التجنيديه في اماكن تواجدهم وبدون مقابل. ودي بتتم ما بين المراحل التجنيديه، يعني عشان طبعا وقت المرحله التجنيديه المنطقه بتبقى بتستقبل شباب للتجنيد وكده، في الفترات البينيه بنبعت اللجان دي.